بسم الآب والابن روح قدوس إلهنا الواحد أمين. أنا بشكر كل الكرو والستاف اللي اشتغل وبذل مجهود غير عادي من أجل رفعة التعليم الكنسي في كنايسنا، بخص طبعا كل الآباء اللي شاركوا حتى في التقديم، يعني مش بس أبونا أثناسيوس، حتى اللي قدم عشان يشترك معانا في المدرسة. أمور هوضحها عشان برضو تتفهم. إحنا مش جايين نأسس منهج جديد، مش جايين نحارب حد، مش جايين ناخد مكانة حد جوه اسكندرية، مش جايين نتجادل في أمور عقائدية، مش جايين من هذا. جايين نعمل حاجة بسيطة، نطلع خدام يقدروا يأثروا في أماكنهم في كنيستك. يعني المدرسة هدفها أن تروح كنيستك وانت شبعان بربنا، شبعان بالكنيسة، شبعان بالكلمة، ينفع توصلها بسهولة وتاخد حرفة التعليم. كنت عندك مبادئ شوية لكن ينفع انك تعلم اكتر. المدرسة هدفها مقدس، ليه؟ مش قايمة على المنافسة، مفيش منافسة، وكله يقول الى مجد المسيح. واللي بيفكر بعقل يعرف تماما ان احنا شغالين كلنا في شركة الواحدة، والصاحب الشركة واحد بس، كل واحد مسيحي في كل الكنيسة العامة هو شغال في نفس الشركة، وهدفه يزود الأرباح، مش أرباح نفسه، أرباح صاحب المال. عشان كده يقول سلم أمواله، ربنا بيقول أنا سلمت أموالي، فأنا جاي بربح عشان خاطر سيدي. جاء سلمه قال له أعطيتني 5 وزنات، هو ذا 5 وزنات أيضا ربحتها لمين؟ لصاحب المال. ففكر التنافس في الكنائس فكرة خطية نعترف عنها، إن أنا بتنافس مع كنيسة تانية، أنا مش بتنافس، ده احنا كلنا بنبني في نفس المكان. عشان كده ياريت يشال من دماغنا إن احنا مش جايين نعمل حاجة واو والناس تقول يا ده فلان وعلان عملوا، لا لا خالص، نحنا كلنا بنبني. عشان كده انت بتروح مش عند فلان ولا علان، انت بتروح كنيستك بتبني لكنيستك. فهمنا المعنى ده؟ ارجو ان الفكرة دي تبقى واضحة. ما هوش لمجد احد الا المجد المسيح وامتداد ملكوته ورفعة الكنيسة. وترجع تاني كنيسة اسكندرية بالمكانة العظيمة اللي حفظت بيها الإيمان لكل المسيحيين. أنا بقابل أي حد مسيحي غير مصري أقول له أنت مديون لمسيحي مصر، أنت مديون ليه؟ ليه؟ لأنه بدون مسيحي مصر كان زمان الإيمان مشوش، كوربتد، بايظ خالص. لكن مسيحي مصر هم من حفظوا الإيمان لك. فأرجوكوا يعني نتشال من دماغنا احنا بنحترم كل مؤسسة في اسكندرية وخارج اسكندرية، نحترمها ونوقرها. وأخص بالذكر الكلية الإكليريكية، ده موضوع تاني. زي ما قال أبونا أثناسيوس احنا اسمنا مدرسة لكن في كلية، هتقارن ازاي مدرسة بكلية؟ انت في مدرسة لكن بتروح كلية متخصصة أكثر. فاحنا زي واحد بنفتح معاكس الالفا بيتا عشان تبقى بتبتدي وعايز تكمل دراسة، موجود تعمل ماستر في الدراسات اللاهوتية، في الوعظ، في العلم الرعائي اللي اتكلم عنه ابونا، براحتك اعمل زي ما انت عايز، هناك معاهد تديك وتمنحك، لكن احنا فتحنا قدامك السك. واظن انه الكنيسة النشطة هي الكنيسة اللي عندها معلمين، وبدون التعليم كنيسة مرات تبقى في حالة ركود. عندها كنوز بس نايمة، كنيسة نايمة ما حدش بيعلم حد. فكان نفسنا انه في مدرسة اسكندرية يبقى في تعليم، والتعليم ده زي ما قال ابونا تفاعلي. هقرا جزء عشان ربنا يوضح الفكرة اكتر في
في سفر إشعياء إصحاح 50 عدد 4 هقرأ النص. يقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين، مش المعلمين. يعني الرب لما جاي بيقول كده، دي نبوة عن المسيح، نبوة مسيانية عن المسيح. أما قال أعطاني الآب لسان المسيح نفسه. نعم، عشان ما تكمل النص هتفهم إن هو يخص المسيح مش بيخصنا احنا بس، يعني إشفاقا يعني وتحننا من حضرتك ممكن تبقى تشابه المسيح. ليس لسان المعلمين لكن لسان المتعلمين. يقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لكي أعرف أن أغيث المعي بكلمة. بمعنى من أنا ربنا اداني شوية كلام، كلام ده أنا بشفي بيه ناس. الكلمة شفة، مين يجيب لي آية عن الكلمة شفة؟ اللي هيجيبها اديله 50 جنيه، نص الاشتراك. يقول في مزمور 105 أرسل كلماته فشفاهم. كان الكلمة إيه؟ شفة. وبالفعل كلمة شفة. ربما أنت محبط نفسيا وعندك إحباط، كلمة تاخدك وترفعك. فهمنا؟ لكي أعرف، أنا ربنا اداني لسان المتعلمين كي أعرف أن أغيث، بنقذ واحد، بساعد واحد، بس بإيه؟ مش بالفلوس، بإيه؟ بالكلمة. وعلى فكرة الناس في اشتياق، زي ما كان أبونا بيتكلم إنه الناس عندها، وحضراتكم بتثبتوا كده، إن الناس عندها اشتياق للتعلم، ودي حاجة جميلة، حاجة تفرح. ما هوش إحنا ما عندناش ولا إغراء، لا يوجد إغراء في مدرسة التيرانوس، لا يوجد، بل ربما يوجد إجهاد وتعب. ولا وعد برسامة، ولا دس البابا يختار منكم، ها؟ ولا تاخد شهادة مننا إنك تتعلم، ده يعني لنفسك. حاجة النفس، لا يوجد إغراءات خالص مطلقة. عشان كده أنا محتاج إنه حضرتك يوصل لك، وحضرتك يوصل لك إنك بتيجي تتعلم عشان أنت كمان تتشفي وتشفي غيرك. وصدقوني قد إيه التعليم يخلي النفسية مستريحة. اللي منكم بيبحث في الكتب الأبائية والكتب التفسيرية يعرف تماما إنه لما بيلاقي نقطة وبيبحث عنها بتلاقيه بتداوي جراحات عنده. لكي أعرف أن أغيث المعي بكلمة، أقدر أساعد واحد بالكلمة. وده للأسف إذ رأينا في كنائسنا أن كثير من الحضور مرضى روحيين، اعلم تماما أنه فيش كلمة إيه بتشفي، زي ما قلنا فيش كلمة بتشفي، عنده جوع. افتكر ربنا يعني ليه سمانا ملح، يعني كلمه كده على جاي مرهق بقالي من الساعه 7 الصبح مسافر، فكلمه بعد الظهر كده ببلاش. ليه ربنا قال ان احنا ملح؟ في ليه؟ عشان لما باخد ملح ببقى عندي اشتياق للميه، عايز اشرب ميه عشان يحصل تعادل. فربنا بيقول انتوا ملح، انتوا عندكم اشتياق على طول لماء الحياه. فهمنا ولا لا؟ دي بكام الكلمه دي؟ 60 جنيه. يا عزيزي، هنا نحن جئنا لكي جميعنا نتعلم، وانا شخصيا بحب احط نفسي في كرسي اللي بيتعلمه، ولا أجل تماما من واحد أصغر مني أو أنا علمته في يوم من الأيام إن أتعلم منه. وربنا يحفظ قلوبكم إنك تبقى على طول قلب المتعلم، زي ما كان أبونا بيهزر معي كلنا على باب الله، كلنا بنتعلم. إياك حسك عينك في يوم من الأيام تتوقف عن التعلم، ده يبقى خراب، وصلت للخراب، لأنه اليوم اللي مش هتاخد فيه المن هتموت. جايز ربنا يديك المن اليومين بس مش 3 أيام. أقولها تاني، ربنا يديك المن يوم الجمعة عشان يقعد معك يوم الجمعة كله، يوم السبت بس، يوم الحد
هتحتاج المن، هتحتاج المن. فممكن الخزين اللي معاك بالعافية يقعد يوم تاني بالعافية. من يتوقف عن التعلم هو شخص مضر. شوف كلمة صعبة ازاي، هو شخص مضر بضر غيره، حتى لو عفوا لو اسقف في الكنيسة هجيبها فيا انا. اليوم اللي عدى عليك من غير ما تتعلم حاجة يبقى عندك عين تلقط كل يوم بتتعلم ايه من ربنا وتقول واو، حتى لو اتقابلت مع شخص. وعندك روح المتعلم مش المعلم، ربنا يشيل مننا روح المعلم، شيل مننا انا يعني مش عارف خريج ايه وعندي دراسات ايه وبحثت في ايه. يا عمي يا عم ده انت في نقطة واحدة لاهوتية ربما تقرأ مئات الكتب ولا تصبر غور هذه الكلمة. شفت مئات الكتب بس اللي باحث بدقة، عشان ما يجيش واحد بس قرأ لي سطرين واو انا محد ازاي. لا، ربنا يديك قلب المتعلم. السيد الرب اعطاني لسان المتعلمين كي اعرف ان اغيث المعيا بكلمة. عشان كده القديسين الكبار زي البابا أثناسيوس معلم المسكونة يقول على قدر معرفتي ربما اصيب، ومش عارف ده صح ولا لا، ده البابا أثناسيوس. بستغرب كتير من معلمي العصر الحديث انه بيجزم عن ما يقوله انه الحق كله، كل الحق. ده البابا أثناسيوس هو اللي قال، اللي من علم المسكون. فأرجوكم ربنا يحفظ قلبك انك شخص متعلم، متعلم مش معلم. عشان كده ربما نحتاج ان نتعلم كل يوم، وما يجي خلصنا سنتين هو افتكر ان انت وصلت كل حاجة. حتى اللي جالك ده، ما هو اللي جالك ده ربما زي ما قال ابونا قعد 30 سنة بيدرس نقطة معينة. افتكر انا بدرس كتاب مقدم سنة 1985 دراسة مستمرة كل يوم 1985 الى اليوم لما توقف عن الدراسة، واظن ان انا اجهل واحد في الكتاب المقدس، اقول الصدق في المسيح ولست اكذب، انا اجهل واحد. ليه؟ من كمية الكتب اللي موجودة عن فتفوتة صغيرة او كلمة صغيرة بتحكي عن كلمة بس. عشان كده المدرسة هدفها ان تتعلم ليس ان تعلم. وتأكد تماما ان تعلمك معدي، اما تيجي تتعلم الناس كلها عايزة تتعلم زيك. السيد الرب اعطاني لسان المتعلمين لكي أعرف أن أغيث المعيا بكلمة. يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. كان ربنا يديك الشهوة دي، هي عند بعض الناس أما تيجي تسمع كلام ربنا أو الكلام المقدس اللي بتقال في أي مكان، كأن ربنا بيفرغك من اي موضوع عشان يدخل في ودانك الكلام ده. ودي مش اي حد، بدليل ان في ناس تبقى قاعدة في وعظة ولا هنا. يوقظ لي كل صباح، يوقظ لي اذنا وانا لم اعاند. كان ربنا بيفتح ايه؟ الودان. فاهمين معنى ده؟ يعني كان ربنا عفوا خرم ودانك ودخل كل الكلام. يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند. مش عايز أقول لك إن لما يجي الأباء الأسقفة والمتخصصين ويقولوا لك كلام ربما تتفاجئ إنك أنت إيه اللي أنا كنت بمارسه ده ولا بقوله ده ولا بتكلمه ده ولا ولا، يعني أنا مش موضوع إن أنا كنت غلط، لا، اتفتح قدامك آفاق جديدة. مش بحب اقول انك اللي اتعلمته خاطئ، كلمه مش بحبها في الكنيسه. يجي واحد يقول لك وانا كل اللي اتعلمته يعني في الكنيسه ده غلط وانتوا جايين يعني فالحين قوي، لا، ده ربما فتحت امامك افاق انت لم تكن تدريها. عشان كده المسيح الهنا يقول للمراه السامريه من يؤمن بي كما قال الكتاب يصل ايه؟ تجري من بطنه أنهار
ماء حي. كأنه الشخص اللي فتح ودانه كان ربنا بيقول له أنا بفيض وكمان يفيض على الناس. وتأكد تماما تقعد مع واحد متعلم الله فتح لي أذنا على طول بقول يعديك، وانت نفسك يحصل لك نوع من الملء، تفيض من بطنه أنهار ماء حياة. إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين. ودي النص ده خاص بمين؟ يعني كل اللي وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يبقى النص ده خاص، سموه نص مسياني خاص بالمسيح، المسيا موجود في سفر إشعياء. عشان كده الله يهب ناس يتعلموا. وانا لغاية دلوقتي انا شخصيا بكلمكم عن سر، انا احب لغاية دلوقتي معايا ورقة وقلم وعد اذاكر. عندي 50 سنة، خلصت الدراسة من اكتر من 25 سنة، لكن مازال لغاية دلوقتي عندي هواية اقعد اكتب وخطط وافتح واكتب. ولغاية دلوقتي على فكرة بحفظ ايات لغاية دلوقتي، وهتفتكر بالي اهو من سنة 1985 عمال ادرس كتاب مقدس، لغاية دلوقتي ممكن اية نسيها اقعد اكررها زي العيال اللي فاكرين واحنا صغيرين في المدرسة اقول لك اكتب دي 50 مرة، ممكن اكتبها 50 مرة عشان انا اوفر ايدج خلاص كبرت. عشان كده عزيزي ربما انت تحتاج ان تدرس، تكن دارس، تدرس بذمة. ووقتنا اللي ضاع، زعلوش مني، وقتنا اللي ضاع في الفيس وفي التلفزيون. وبقول انا سنة باخد خبرات، جابت لنا ايه الخبرات دي غير كل بلوى ومصيبة وكارثة؟ جبتش حاجة. فضاع عمرنا، عمرنا ضاع في حاجات ملهاش لازمة. بقول لك حاجة يعني صعبة شوية، كل اللي انت شايفه وشغلك وحالك وبالك، المسيح بيقول ده كل ده ينقض، كل ده يهدم، كل ده يحترق، أما حرف واحد أو نقطة واحدة لا تسقط. المسيح اللي قال كده، كأنك حفظك لكلمة الله التي حفظت القديسين، حفظك لكلمة الله وقرايتك فيها واللهج اللي فيها زي ما بيعلمونا القديسين، ما يسمى الهزيز في كلمة الله. هذا الهزيز في كلمة الله يخرج منك شخص متعلق بالحياة الأبدية وشايف السماء في التعاملات، زي ما كان أبونا يمكن تتوضح في العمل الرعائي، إن أنا ما بعلمك عن الثالوث، أن الثالوث شركة، الثالوث تقديم، الآب يقدم ابنه والابن يكرم الآب والروح القدس ينقل. فدي كلها عبارة عن تطبيقات. عشان كده اللي مش فاهم الثالوث هو شخص مضر كمان للكنيسة، لانه فاكر ان الثالوث ده نظرية مش تفاعل. حتى اللاهوت. عشان كده عزيزي احتفظ بقلب المتعلم وقلب الدارس. وخدوها مني نصيحة بعد عمر طويل في الخدمة شوية، انه الشخص اللي بيتعلم، وزي ما الوعد اللي مكتوب في سفر إرمية وكرره رسول بولس في رسالة عبرانيين، ويكون الجميع متعلمين منين؟ من الله. كأنك لما بتقعد تتعلم كان ربنا يقول لك ايه، انا كمان اقعد اعمل ايه، اعلم فيك انا كمان. واللي يعلمه لك ربنا، خد بقى مني نصيحة كده يعني، 1,000,000 جنيه دي مش ب50 جنيه، ها؟ اللي علمه لك ربنا يقعد محفور في قلبك ولا تنساه. اللي علمه لك ربنا ربما بعد خبرة، تجربة، كارثة، مصيبة، ربنا علمك درس عمرك ما بتنساه. ليه؟ يقول اكتبها على قلوبهم. اعمل ايه؟ اكتبها على قلبك، مش هيتشال، لان قلبك مش هيتشال، اكتبها على قلب. انا يعني بشكر كل اللي تعبوا، بشكر حضراتكم، فرحان جدا عندنا ناس في اسكندرية حابين يتعلموا وجايين بهذا الاشتياق. انا بكتفي بكده عشان انا اتأخرت عليكم وتأسوا غصبا عني، فاشكركم يعني على انكم استعملتوا.